السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم هنبدأ الدرس الثاني من دروس الأولى إعدادي مسار دولي. إذا الدرس الثاني هو لي نومبر فراكسيونير، يعني الأعداد الكسرية. إذا نمشو أول فقرة الدرس باش نفهم إن شاء الله. إذا عندنا أولا ليكريتور فراكسيونير، يعني الكتابة الكسرية، يعني كيفاش نكتبو هذا العدد الكسري. إذا ديفينيسيون تعريف سوا أ إي بي دو نمبر ديسيمو تيل كو بي ديفيرون دو زيرو، بمعنى ان ا و بي هما واحد الاعداد عدد عشاريه، متفقين؟ الشرط هو ان هاد بي خاصو يخالف صفر، يعني ما عمرو خاصو يساوي ياخذ اي قيمه الا صفر. لكن بي ماشي ماشي مشكل، هاي يساوي واحد صفر اي رقم، متفقين؟ اذا نكملو و ندير كو ا سيغ بي est une écriture fractionnaire de quotient A divise B. Mais maintenant, on a l'écriture A, ou alors B, ou bien tout le monde sait ça. Je ne sais pas si c'est l'écriture casserie. Il y a l'écriture fractionnaire. Est-ce que ça veut dire l'écriture fractionnaire? Est-ce que ça veut dire A divise B? Vous voyez? Il y a A sur B égale à A divise B. Vous voyez? Il y a la somme de ces deux chiffres. C'est la somme de A multiplié par B. متفقين؟ اذا الطريقه باش نفهمو ابسط، الى حطنا هذه النقطه عندنا في الاعلى هنا ممكن نحطو بلاصتها ا، والنقطه عندنا في الاسفل نحطو فيها بي، وضعتنا الكتابه هذه مفهوم. اذا نكملو، ف اش نسموه العدد اللي عندنا في الاعلى؟ اش نسموه؟ نسموه لو نيميراتور، اللي هو بالعربي نسموه البسط. البسط، متفقين؟ واللي عندنا في الاسفل نسموه لو دينوميناتور، اللي هو المقام. المقام، إذا وقت ما سمعتي لو نيميراتور تنقصو به البسط، هو العدد اللي عندنا في الأعلى، أعلى السطر. أما اللي عندنا في الأسفل نسموه دينوميناتور، اللي هو المقام بالعربية، مفهوم؟ مزيان. إذا شوفو أمثلة بعض الأعداد الكسرية أو بعض الكتابات الكسرية. إذا كما تلاحظو معايا مثلا هنا تخوا سيغ ويت إتين كخيتير فخاكسيونير، يعني علاش؟ الشرط، شنو هو الشرط؟ الشرط هو أن هاد أ و بي اللي هو تلاتة وتمانية هما أعداد عشارية. متفقين؟ وشتو على هذا الشكل اللي هو A سور B. كذلك 1 سور 7، 4 سور 9، 10 سور 5، 2.4 سور 3، et aussi 6 سور 0.3. متفقين؟ أولا مثلا 1 سور 2، ولا مثلا 3 سور 1 إلى آخره، فهما أعداد كذلك أعداد كسرية. أيضا كاين مثلا 0 على 2 فهو أعداد كسرية، لأن ما عندناش الشرط يساوي صفر. لكن لكتي مثلا تلاتة على صفر هذه خطأ، لأن شنو هو الشرط؟ الشرط هو أن أ بي يخالف صفر، لاحظتوا؟ بي معمرو خاصو يساوي صفر، مفهوم؟ مزيان. إذا نمشو عندنا ملاحظة، أوماغ توت لي نومبغ ديسيمو بوفون إتخ إكخي سو لا فورم دون فراكسيون، بمعنى أن أي عدد عشاري يمكن كتابته على شكل كسر. ناخذ امثله باش نفهم اكثر. اذا عندنا هنا في المثال الاول 2.778، اذا هذه ممكن تكتبها شكل كسر، ممكن تكتبها بحال هكا. اذا 2.778 سور 1 راح تكتبها شكل كسر، ان اي عدد قسمت على واحد يعطي نفس القيمه، يعني هذه القيمه راح تساوي هذه القيمه هذه، متفقين؟ او لا ممكن نكتب هي مثلا 26 سور 0.78 سور 10. إذا يعني ممكن نكتب هاد العدد العشاري على شكل كسر. ولا عندنا هنا 32 سور 2، إذا 32 سور 2 إيكالا كوا؟ إيكالا 16، ولا 7 سور 1، ولا مثلا 18 سور 2، ولا عندنا هنا 12 سور 10. إذا قدرنا نكتب واحد العدد العشاري على شكل كتابة كسرية ولا على شكل كسر. أو المثال الأخير 5 سور 10، مفهوم؟ إذا كما تلاحظوا قلنا أي عدد عشاري يمكن كتابته على شكل كسر. أبسط كسر هو أنك تقسمه على واحد، مثلا 5 تساوي 5 على 1 إلى آخره، مفهوم؟ إذا نمشو للفقرة الموالية. إذا عندنا ليغاليتي دو دو فراكسيون، يعني كيفاش نطلقوا من واحد العدد كسري ونكتبو واحد اخر تساوي واخا ما عندهمش نفس القيمة ديال البسط والمقام، مفهوم؟ اذا هذا نفهمو في هاد الفقرة هادي. اذا عندنا غيكل ان و مونتيبلي لو نيميراتور اي لو دينوميناتور دي فراكسيون باغ اون
par un nombre décimal non nil, on obtient la même fraction. بمعنى أن إذا درنا البسط والمقام ديال واحد العدد كسري في نفس العدد فما تتغيرش العدد، مفهوم؟ أو ليلة قسمناها على نفس العدد ما تتغيرش. إذا ناخد مثال، مثلا عندنا 3 على 2، إذا حنا عارفين شحال تساوي 3 على 2، هي كم؟ هي ماذا؟ هي 1.5، 1.5. دابا إلا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد، مثلا نضربو 3 نضربها في 10 ونضربو 2 في 10، مفهوم؟ يعني ضربنا البسط والمقام ديال العدد في نفس العدد، أش تساوي؟ إذا 30/20، فإلا قسمنا 30/20 أش نتلاقاوها؟ تساوينا هي كذلك 1.5. إذا لاحظتو ملي ضربنا البسط والمقام في العدد 10 فما تغيرش، يعني رغم أن القيمة ديال البسط والمقام تغيرات لكن النتيجة ديال داك الخارج بقات هي هي. هذا هو المفهوم ديال هاد الخاصية هادي أو هاد القاعدة، يعني ملي تنضرب البسط والمقام في نفس العدد فراه الخارج ما يتغيرش، تبقى عندنا نفس الخارج، يعني تبقى عندنا في الأخير نفس العدد. واضحة المسألة؟ إذا نمشي الأمثلة، إذا عندنا دور المثال الأول، إذا عندنا 3/8، إذا هنا نقدر نضربها في أي عدد، مثلا عذرا إذا نضربو البسط المقابل مثلا 3 تبقى في 2، هنا 8 × 2 إنقال كوا إنقال 6/16، مفهوم؟ أولا مثلا 1 × 3/7 × 3 إنقال كوا إنقال 3/21. نشوف المثال السابق اللي من بعد، هنا نقسمو مثلا نقسمو البسط والمقام على نفس العدد، إذا ديفيز ديفيز باغ كوا ديفيزي باغ 5، وهنا ديفيزي باغ 5، إذا 10 ديفيز ديفيزي 5 إيكالا كوا إيكالا إيكالا 2، 5/5 إيكالا إيكالا 1، إي على فا إيكالا إيكالا 2. ملاحظة، ملي تكون عندك هنا مثلا أي عدد على 1 فراه ديما تساوي داك العدد، عندك 12 على 1 تساوي 12، 500 على 1 تساوي 500، مفهوم؟ يعني داك واحد ما تتغير والو، يعني ممكن تحيدو اللي بتحيدو، متفقين؟ إذا بصح باش نكملو، شوفو المثال اللي من بعد، هنا مثلا نضربو مثلا 10، إذا 2.4/3 فوا 10 إيكالا 24/30. أوسي أون ملتيبلي 6 باغ 2 مثلا، باغ إكزومبل، إذا 6 × 2/0.3 × 2 إيكالا 12/0.6 إكسيتيرا، مفهوم؟ إذا نمشيو للمثال أو نمشيو للقاعدة الموالية. إذا عندنا سامبليفي لي فراكسيون، يعني كيفاش ممكن نبسطو واحد العدد كسري، إذا غاكل إذا عندنا سامبليفي اون فراكسيون سينيفي إكخي اون فراكسيون كيلوي إيكال، يعني نقدر نكتب واحد العدد كسري لي تساوي مي أفيك اون نوميراتور إي دينوميناتور بلو بوتي، يعني عندك واحد العدد كسري خاصك تكتب واحد آخر تساوي، ولكن الشرط أنك تصغر من القيمة ديال البسط والمقام اللي عندو. إذا باش نفهمو هادي نشوفو الأمثلة. إذا المثال الأول وهذه خاص تركزو فيها مزيان لأنها مهمة، فهنا خاص تركزو على جوا الضرب، إذا ش تساوي 12 إلا درنا جوا الضرب، إذا هي 2/6 زيد أولا 3/4، لاحظتو نشوفو ش تساوي 10، هادشي تدور في الوسخ، إذا هي 2/5، شنو هو الجداء اللي مشترك فيه واحد العدد؟ نشوفو 2/6 2/5، إذا كاين هنا 2 هنا 2، إذا هنا نكتبو هنا، إذا هي 12 هي 2/6 وهنا 2/5. لاحظوا معايا ملي تيكون نفس العدد ممكن نختزلو، إذا نسمو الاختزال، اش يساوينا؟ يساوينا 6/5، مفهوم؟ إذا 12 مقسومة على 10 تساوي هي 2/6 على 2/5، حيدنا ديك 2 مع 2، يعني الشرط خاصو يكون الضرب، ضروري ما يكون الضرب هنايا. إذا في هاد الحالة ممكن تسامبليفي بإثنان، بقينا 6/5. إذا هنا طبقنا قاعدة أن كتبنا نفس العدد يعني نفس القيمة ديالو لكن بسط مقام صغير، مفهوم؟
نفس الطريقة تبقى في المثال من بعد. إذا ش تساوي 21 إذا هي 7 فوا فوا 3 هذه هي اللي كاينة. وعندنا هنا 28 إيكالا 4 فوا فوا 7. إذا شنو هذه اللي تشابه هنايا هي 7. إذا ممكن نختزل بها لقينا 3 سو 4. إذا دي سامبليفيكاسيون يعني أنك تختزل واحد العدد اللي تعاود جوج مرات يعني في الوسط المقام. كذلك هنا 50 على 100. إذا هنا 50 ممكن نكتبها هي 50 في 1، وهنا عندنا 2 في 50 لأن 100 هي 2 في 50 ونحيدو ب 50 تبقى لنا في الأخير 1 على 2. هذه هي الأسهل، لكن كاين ممكن دير طويل كاين اللي يقول لك 50 هي ماذا؟ هي 5 في 10 صحيح، و 100 هي 10 في 10. إذا نحيد 10 مع 10 شحال تبقى لي؟ تبقى لي 5 على 10. وشنو هي 5 على 10؟ إذا هي 5 في 1 على 2 في 5. ماشي 5 مع 5 شحال تبقى لي؟ 1 على 2 اللي تلقينا في الأول. مفهوم؟ يعني في الأخير ديما يعطيك نفس الاختزال في الأخير. متفقين؟ نشوفوا المثال الموالي. إذا عندنا هنا إذا 120 سوغ 60، إذا بنفس الطريقة نديرو هنايا. إذا عندنا هي كم تساوي؟ إذا هي 60 فوا 2 سوغ 60 فوا 1. إذا نختزلو ب 60 باش يبقى لنا 2 سوغ 1 إيكالا 2 كما قلنا سابقا. 2 سوغ 1 إيكالا 2 يعني أي رقم مقسوم على 1 يعطي نفس القيمة. هنا كذلك ممكن نكتبو هي 2 فيغول 4 فوا 1 سوغ كوا 2 فيغول 4 فوا 2. إذا أون سامبليفي باغ 2.4 نقال كوا 1 سوغ 2. لاحظتوا إذا هنا كيما قلتلكم خاص تكون شاد شوية جوج الضرب باش تقدر تعرف تحول لك العدد الجزاء، ومتما تقلب شنو هو الجزاء المناسب اللي ممكن دير. بحال مثلا الحالة الأولى كان بإمكاننا نديرو 3 في 4، لكن درنا 3 في 4 هنا وزر هنا 2 في 5 مكاينش واحد العلاقة خاصة تبسمز أكثر، لكن الأسهل هي هذه. إذا نختارو 2 في 6 و 2 في 5 باش ممكن نحيدو 2 مع 2. مفهوم؟ عندنا واحد الملاحظة هنا قالك أودي لوغسكو لي فراكسيون لا فراكسيون تروفي نادمي با دي سامبليفيكاسيون اون دي كو إل ساجي دون فراكسيون إيريديكتيبل، بمعنى أنه ملي تنبسط واحد العدد كسري و في الأخير تلقى واحد الرقم ميمكنش تبسطو مزال بحال مثل واحد العدد ميمكنش تبسطو تاني. إذا في الحالة تنسموها العدد دون فراكسيون إيريديكتيبل، بمعنى عدد كسري غير قابل للإختزال، غير قابل للإختزال. واضحة؟ يعني عدد كسري غير قابل للإختزال. كذلك مثلا 6 سوغ 5 سيت اون فراكسيون إيريديكتيبل، يعني عدد كسري غير قابل للإختزال. ولا 1 سوغ 2 ولا مثلا في الأعلى 2 سوغ 1. مفهوم؟ إذا هذه الطريقة كيفاش ممكن نسامبليفي واحد العدد. يعني وقت ما عطاك شي 8 قالك أودي سامبليفي 6 مثلا 6 نمبر ولا أي حاجة بحال هكا. فهذه الطريقة يعني تحول البسط والمقام الجزاء اللي تيكون فيه واحد العدد مشترك بيناتهم، اللي عندك مشترك في البسط والمقام. والشرط خاص يكون الضرب. ملاحظة مثلا 3 زائد 2 على 4 زائد 2 واش ممكن نختزلو هنا؟ لا، خاص يكون الضرب ضروري، يكون عندك الضرب العملية كاملة هاد ممكن تسامبليفي. اما الى عندك الجمع لا، الطرح لا، مفهوم؟ كانت القسمة ممكن لكن بجوج خاص يكون فيهم قسمة. اما الى كان الضرب طرف صافي هاديك باينة خاص تختزل بها. مفهوم؟ اذا نمشو تمارين. اذا عندنا اكزاكس براتيك سامبليفي شاك دي فراكسيون سوفون سو لا فورم دي فراكسيون اريديكتيف. اذا نفس الطريقة درنا في اخر فقرة، يعني خاصنا نبسطو كل عدد على شكل عدد غير قابل للاختزال. نجاوب معكم هذا المثال نتوما تكملوا. اذا عندنا هنا 15 على 10، اذا نحول جوج الضرب. اذا عندنا عذرا نحول لكل عدد الجداء. اذا 15 كم تساوي؟ اذا هي كم؟ هي 3 في ماذا؟ في 5. و10 هي 2 في 5. احسنت. اذا شنو العدد المشترك هنا؟ هو 5. اذا نحيد 5 مع 5 تبقى لي هي 3 على 2. إذا العدد اللي هو إيريديكتيبل هو 3 على 2 في هذه الحالة هذه. مفهوم؟ كذلك بالنسبة للأرقام الموالية. ثم التمرين الثاني كومبليتي ليغاليتي سويفون. إذا هنا لاحظوا معايا كيفاش تحولنا من 80 ل 160. إذا درنا واحد العملية ديالاش، إذا ضربنا في 2، إذا هنا كذلك خاص تضرب في 2. إذا شنو تعطينا؟ تعطينا
14 مفهوم. نسترق الضرب بالنسبه للاجوبه اللي من بعد. اذا نتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم وتكون استفدت منه شويه. اذا حاول تجاوب على الاسئله هذه وديروها في التعليق. وحظ موفق للجميع والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.